انت مفكر انه انا راح فيه اوصل لك ليه خواجة؟ انا حتى جالك بنفسي، مش محتاج يعني الناس دي كلها. بس انت ارتكبت غلطة راح تدفع حقها غالي كتير، وانا مش بايع. اثبت، خليك بيتحركوا. السيارة هات، يلا السيارة هات. لا حول الله يا رب. يعني ايه خلاص كده الواد راح؟ حكاية بينها كبيرة يا ميسا بنتي. نبيل قال انهم كذا تهمة، سلاح ابيض وشرافات، والواد لسه صغير، يعني كده كده هيخش الاصلاحية. الله الله يصبرها امه، ولسه لسه لما سيد يعرف. وهي هتفرق قوي، سيد خلاص واخد في وشه ومش فارقة مع حد. بالمناسبة صحيح ميسا بنتي، أنا كنت عايزك تسمعيني. على اليمين أنا ما كان قصدي إني أخرب عليكي. أنا مش عايزك تحس بالذنب يا عم سلطان، أنت كتر ألف خيرك جيت قلت لي على اللي فيها. بقيت الحدوتة بقى بيني وبيني، أنت أساسا براه. لا براه إزاي؟ مش أنا اللي سخنتك عليه وقلت لك انه وسخ ايده بدم النجس اللي اسمه معوض؟ واهو بس معوض لسه بلينا بنفسه النجس في الدنيا. ولما الحكايه ما فيهاش معوض اقلها كالقلب، وانا وحياه ربنا لا كنت حطيت لساني في بقي وجزمته فوق دماغي. سيد سيد استسهل يا معلم، ما صدق سمع الكلمه من بقي عشان يجيب النهي ويسيبني. بس انا برضه محولك يا بنتي، ما تحمليش هم، انا هجيبه واتكلم معاه. لا شوف بقى يا عم سلطان، بعزتك عندي كوم، وان انت توطي رقبتي وتداني مقامي قدامكم تاني، انا خلاص ما بقتش فارقه معايا. لا 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 يا ميسا بنت، انا اول مره اسمع منك الكلام ده. من امتى في بينك وبين سيد مقامات وكرامه وكلام الفارغ ده؟ لا صلح النبي كده بس، وتلاقي بس دنيته قامت عليه شوية كده فما استحملش مهاتية. وانا ما استأمنش نفسي من جدع، اول ما الدنيا تقوم عليه ينطرني براه. وهو قالها يا عم سلطان، مات الكلام. ها بتولد